خير؟ الطريق اليوم ان شاء الله الدار البيضاء زعما باقي ما حلتش الحومة ديالنا. ان شاء الله زورو شي تاكسي باش نمشيو بحالنا الى الدار البيضاء. عندي انا ولكن داكشي كامل كحاله ولا انا سوبراتور انا وصلت ليلو قولوا لي اخاوي ماشي قهوه الدراري بعد هنا خوتي الحمامه مدينه الحمامه البيضاء هذه المدينه ديالي كتشوفوا اخوتي مدينه الحمامه البيضاء هي هذه اللي قدامكم هذه المدينه ديالي كيف كتشوفوها يا سلام اخوتي هذا واحد التقليد في مدينه تطوان شوف كيجيو يدورو على الحمامه هذا كاين شي عرس هنا كيجيو يدورو على الحمامه ويمشيو بحال هذا كلش فهمت دراري الكرهوجه غادي نحطو الطريق دابا شويه ان شاء الله كازا يا جا 48 طلع من الله وراه كده عارفين انا عمري صفت الورقه ديال اول تجربه شوف هو كي شاعل ومن هنا غادي نمشيو لكازا غنتلاقاو واحد المفاجاه واحد صديق جزائري غادي نمشي عنده ملي كنت في الجزائر وانا تواصل معاه غنشوفو شي حاجه اليوم طوب كاين ريسيكلاج هنا مزيان ها محطة طنجة يا محطة صباح ما كتير كلشي عرفتوا الدراري هنا المحطة ديال طنجة ما فيها كش عامل واو شي حاجة خير انا ما حلتش القصيص راه هنايا في المحطة خوتي انا نقول لكم محطة دابا طنجة مدينة كشعبنا اول حاجة النظافة ثاني حاجة النظام ثالث حاجة الجيشيات رابع حاجة سيكوريتي ما شاء الله هادشي هذا زاد وزيد عليها لي زانفورماسيون المعلومات فيما مشيتي كاين فيما يخص السفر يدخل الدراري هذا المدخل هذا كيف كتشوفوا الدراري هذا خاص بالناس ديال البوراق فقط الناس اللي كيركبوا في القطار البوراق راه هو كيدخلوا من كيف قال لي السيد عرفتوا الشمس والصباح من النظر ديالي يا سلام النظارات العجيبة سافروا معايا شحال البلدان شحال ساروا معايا مساكن هذا النظر هذا ما سبحان الله ما كيعجبنيش نبدلو كيعجبوني كنرتاح فيهم نظارات العجيبة نشوف الناس كاملين ماشيين يركبوا ان شاء الله يا ربي وحنا معاهم هو البراك اخوتي قطار المغربي فائت السرعة ان شاء الله المقاعد كاملة مروق دابا انا غادي نجلس الدرجة الثانية العربة 7 طريق 113 طالب مشيت العربة أخرى شو العربة هادي خنيطرة الرباط إكدال الباب بيضاء المسافرين Mesdames et messieurs, El Bourak, tu abordes du train grande vitesse numéro 13. Et à destination de Casa Voyageurs, il desservira Kenitra, Rabat Agdel, Casa Voyageurs.
وصلنا كازا فواياجور. كازا فواياجور خوتي راني في الدار البيضاء دي حوالي شحال يا ربي شفتو الدار البيضاء مدة طويلة 21 عام في الدار البيضاء سبحان الله انا ولد المغرب 20 عام شفتو كازا حتى كازا فواياجور هادي بلادي المغرب الحبيبة المغرب العزيز انتوما انا كيف كنت وصلت وصلت لحقتي كازا فواياجور خرجة برا وغدت لي مع صديقنا الجزائري ان شاء الله يا ربي شي حاجة طب تي جاتني الفرحة لكن خصني رد البر راني في الدار البيضاء التليفون عنده يطير بينكم اخوتي انا نزلت بالجهه اخرى الدراري انا نزلت بالجهه غلط نزلت بالجهه مخرج اخر ولا جهه اخرى ديال سميتها يا ربي كازا فواياجور هذا هو الجهه اخرى الخروج ها كازا فواياجور اللي كنعقل عليها انا هي هذه دابا انا اخوتي كنعقل على كازا فواياجور هي هذه شوفوا قديم ماشي كازا فواياجور جديدة هذه قديمة كازا بلانكا تبدلات بزاف خدام شباب تيبان لي والو يا كتحط هنايا وكدوز صاي أهلا جينا محلابة إيه يا وليدي مع با كريم تلقاني كريم لحوة عرفت الدراري الله العظيم إلا الحلاوة شوفوا شوفوا أنا كيفلو مغرب أش شنو غيديروا الدراري إن شاء الله في المنتخب؟ اثنين مغاربة شنو غيديروا؟ ثلاثة الواحد غادي ندوزو ولا؟ ثلاثة الواحد بعد الماتش الأول ناري مع كرواتيا قفرتيها نهضر معاك أنا وشنا غادي نديرو في الريزولتا كلها؟ الريزولتا كلها غادي نربحو الماتش الأول نتعادلو الماتش الثاني الماتش الثالث هو تعادل ولا ربحة وغندوزو دوزيام في الجروب ولا بريميير إن شاء الله ياخدك شويه الشباب خويا دابا خيكياري إن شاء الله تعالى مخطط على الماتش الأخر واخا يعني ضامن إن شاء الله نبقى تعرف نرجع للماتش الأخر إن شاء الله إن شاء الله كي كاين المشكل المشكل هو انا غادي نتفرج في الماتش الثالث وغادي نشوف ان شاء الله السيزون ديال الفريق ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يا ربي الدار البيضاء الكبرى احنا هنا يا اخوتي خوتي تبارك الله عليكم غادي ندير واحد الاكسبيريونس واحد التجربه اجتماعيه هنا في الدار البيضاء في قلب الدار البيضاء الكبرى غادي ندير اعلاني اننا جزائري اوكي غادي نشوف الرياكسيون نفس الرياكسيون اللي شفتو عند الاخوان الجزائريين في الجزائر نشوفوا هنا واش كاين هذا الرياكسيون ولا لا نتمنى الله سبحانه وتعالى كل خير واملي ان هذا الشعب هذا ما يحشمناش ان شاء الله يا ربي غيكون على نفس الوعي ونفس النهج تحياتي لكم بقاو مع الفيديو ان شاء الله يا ربي وغادي يكون شي حاجه طوب